5.3% هي نسبة النمو المتوقع بلوغها خلال سنة 2023، نسبة ترمي الحكومة إلى تحقيقها من خلال جملة من الإصلاحات القانونية الجديدة التي مهدت الأرضية لإطلاق مختلف المشاريع والاستثمارات والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، محققة أرقاما غير مسبوقة في صادراتها خارج المحروقات، هو ما يعزز مداخيل الخزينة العمومية. شفنا الجزائر اليوم كما يقول لك رفع الصادرات إلى 7 مليار والتوجه إلى الوصول إلى 13 مليار، كذلك الإصلاحات في المجال الاقتصادي خاصة التنويع الاقتصادي والاستثمارات المنجزة اللي راهي في طور الإنجاز في المراحل الإنجاز. وشفنا احتياط الصرف إيجابي كان صرح بها ب 85 مليار دولار، كذلك الميزانية التجارية للجزائر راهي إيجابية وفاتت 19 مليار دولار، كل هذا يؤدي إلى رفع الناتج الإجمالي الجزائري. إعطاء الحرية الاقتصادية ومنح تسهيلات إضافية للمصدرين مع تسيير الاقتصاد النقدي بالإضافة إلى تفعيل الرقمنة الشاملة بمختلف القطاعات هي عوامل من شأنها رفع النمو الاقتصادي بنسبة 10% في السنوات القليلة القادمة، يقول متابعون. اليوم يجب تسيير الاقتصاد النقدي باش نديروا الإصلاحات باش نوصلوا إلى عددين، والعددين ما معنى أكثر من 10%. الشرط الواحد هو كما يقول لك إعطاء الاقتصاد الحرية الكاملة. اليوم كان مجلس النقد والقرض، وكان اليوم مجلس جديد اللي هو الاستقرار المالي، وكذلك الرقمنة اللي مطلوبة باش الاقتصاد الجزائري يروح لمرحلة أخرى. اليوم لازم على الوزارات المعنية تسهل التصدير وتسهل على المصدرين يرفعوا كما طلب منهم رئيس الجمهورية. ممكن لو تنجز الإصلاحات في 3-4 سنوات ممكن نلحقوا إلى عددين منطقيا. وضعية الاقتصاد العالمي الذي يشهد تضخما وتراجعا ملحوظا يمنح الجزائر فرصة تعزيز صادراتها وإثبات وجودها في الساحة الدولية، ما يستوجب العمل بوتيرة متسارعة وليست متسرعة في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية لتحقيق نمو اقتصادي يتماشى مع إمكانيات الجزائر.